FM. الكل مليك. ملي تخلقت لقيت روحي مغروم بالموسيقى مالوروزمون ما لقيتش معنى ان انتوراج فاميليال باهي. انا الوالد نتاعي كان ضابط في الجيش التونسي الله يرحمه الله يرحمه دونك معناها والجيش نتاع معناها نتاع لا ديسيبلين. اي خويا هذه قوم اي اي خويا خفت نتخاف شم ريحه العسكر نخاف عد وعشت في حي في سيتي ميليتير معناها في بنزرت معناها اللي نعطيك حاجه السيتي هذيا ما يسكن فيها حتى سيفيل كله ميليتير معناها لي سيفيل حتى نعطيك شكون لي سيفيل بيتيتر الفارماسيان ولا معناها حتى العطار اصله ميليتير مثلا متقاعد اذا ينجم يعمل دوله وحده بالرسمي كيفاش ما طلعش يعزف ترومبيت ويعملوا دوله نورمالمون تلقاه يعزف ترومبيت طياره ولا ممكن فونفار معناها حاجه في بعدين هاو باش نحكي لك دونك انا تغرمت معناها تغرمت بالموسيقى وكنت كي في الصيف احنا نسكنوا في بنزرت ونروحوا نعديوا لي فاكونس في مستير في مستير عندي لاكسي ا تو لي زوتيل فيو اللي معناها بوك ميليتير عندك لاكسي حتى القصر مش دونك نمشي نسهر في مستير في البيريود هذيك 90 كان التوريزم مازال شادد روحه كانوا قبل يجيبوا دي جروب من برا معناها من ايطاليا ومن فرنسا وكانوا زاد حتى توينسا يهبلوا معناها فما جروبات كيما جروب كمال سلام كيما جروب كارتاغو كانوا يلعبوا في لي زوتيل معناها سيتي لا بيل ايبوك نمشي تغرمت بالحكايه هذيك فوالا الجيتار تعلمتها وحدي معناها اليبوك لا فما الانترنت عصامي اي ظهرت لي هذيك الانسترومون اللي فيها حاجه تحبها وتشد نورمال صحيت برب شويه في الجيتار تك بشوي بشوي تتعلم انت النوتات طلعت النوتات نتاعها لي زاكور تغرمت اون فورمي ان جروب جيت الباك شنو باش نعمل الوالد قال لي احسن بلايصه تمشي تعمل ميليتير اها وتقدمت للاكاديمي ميليتير فيو اللي انا زاد عندي خويا اللي هو سيتان ما دخلتش الاكاديمي ميليتير معناتها لا ما دخلتش الحمد لله ما دخلتش ولا وقت حرمنا من صوت سفيان سفتة حلوة الحمد لله الحمد لله يا رب عديت عامك جيش نتاعك لا ما عديتش نداء الى جيش الوطني عندنا شكون محتجز هوني ما عداش جيش نتاعك تنجموا تجيو تهزوا او كبو اخوه يزع سي فات الحكايه سي عندي اعشاف ترفيله موسيقيه بريف دونك مشيت عملت لي دروا وحتى في لي دروا ما حسيتش كو سيتي با ما فوكاسيون او زميل ذات تلعب الدروا مشيت عملت ري اورينتاسيون وتقدمت للمعهد العالي للموسيقى فوالا وعملت موسيقى وعملت انستيتيو سوبر دو ميوزيك عاد نرجعوا لحكايه الميليتير الوالد الله يرحمه حتى نحكيو على الميليتير قال لي دوب ما تكمل الميتريز هاكا توا دوب ما تكمل الميتريز من هنا نعملوا الميليتير هذيك تدخل الجو اي الفرقه اي معناها مشيت فيها الحكايه ولا لا مشيتش فيها لا ما مشيتش فيها مش خفت خاطر تو سامبلومون فما فرق ما بين ارتيست وفما فرق ما بين اكزيكيتور دو ميوزيك معناها الاكزيكيتور دو ميوزيك كيما تنجم تحطه فرقة الميليتير يخدم كيما الاوركسترا حتى الفرقة الموسيقية في ديسيبلين زاد عندها مايسترو لازم يتبعوا المايسترو عندها نوتاتها فما ديسيبلين في الموسيقى زاد العادية شوف اذا فسالك حاجة لو كرياتور ما يشبه لحتى شيء ما عندوش حتى ضوابط انا كان جيت مانيش كرياتور مثلا راني انا شنو نعزف جيتارة وسبيسياليتي كونتر باس باش نعطيك حاجة في بالك انا عزفت 5-6 سنين مع الاوركسترا السيمفوني مثلا راني قعدت هذيك في الاوركستر مثلا مع سيد احمد ان شاء الله ربي يعطيه الصحه والقوه معناها عملت عشت لا ديسيبلين دو لوركستر سيمفوني لوركستر سيمفونيك كيما الميليتير بالضبط تحط له دو اي دو تنفذ يعني تنفذ اكزيكيوت معناتها فما مرحله في الموسيقى فما مرحله الاكزيكيوشن اللي هي مرحله معتبره كاب اف ام الكلمه ليك